طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة أخذ قرار. ربما كنت في علاقة وأنت أخذت القرار بقطع هذه العلاقة والانتباه إلى مستقبلك وإلى أعمالك، وأنت في وقت نجاحات أيضا. ربما أنت في حالة دراسة، مع تقوم بدراسة وأنت أخذت القرار وحسمت أمرك بأن تستمر في هذه الدراسة، أو في أي مشروع معين وقطعت مع هذا الشخص العلاقة. أنت ترى بأن هذا الشخص متعب جدا، ربما هو يحمل مسؤوليات كثيرة على عاتقه، مسؤوليات أسرة، أولاد أو زوجة، أو ربما كان متزوجا وأنت قطعت معه العلاقة لأنه في زواج آخر، وهو ربما كان متزوج، ربما كان مسؤول عن عائلة، أو ربما كان فقير ويحمل أحمالا كثيرة ولا يقدر أن يأخذ معك العلاقة إلى مكان أفضل مما كانت عليه، أي لا يريد أن يتزوج، ربما كان فقير الحال. هذا الشخص أنت تراه فقير وأنت تراه متعب جدا، ولكنه هو إنسان جاد وطموح، وهو لا يعبر لك عن مشاعره في هذه الفترة. ربما هو مبتعد عنك، لا يريد أن يراك، ولكنه يراقبك جدا، وهو لا يظهر لك بأنه يراقبك، لكنه هو مهتم بك وبأخبارك بشكل كبير، ولكنه هو إنسان راقي جدا، لا يحب الكلام، هو إنسان جاد وراقي ومؤدب ومحترم ولا يحب الكلام، ولكنه يراقبك. هو حزين جدا لفراقك هذا الشخص، ولكنه هو الآن في وقت نجاحات، كما قلت هو في وقت نجاحات. ربما كان متعب من الحمل الكبير الذي على عاتقه، ربما هو في أعمال كثيرة ومن الواجب عليه أن يقوم بأعماله وبنجاحه ومستقبله ويهتم بمستقبله، ولا يظهر أبدا مشاعر لك في هذه الفترة، لأن وراءه أحمالا كثيرة غير ذلك. أو ربما كان في علاقة معك وأنت قطعت معه العلاقة، وهو حزين جدا ومتعب، وأنت تراه متعب وهو حزين جدا لفراقك هذا الشخص، وهو أيضا الآن مبتعد عنك أيضا، ولا يريد أن يظهر لك أيضا أي مشاعر، لأنه أيضا كرامته عالية هذا الشخص، وهو يعيش الآن لوحده، هو لم يرتبط حتى الآن. الأبراج في لهذه القراءة: برج الأسد، برج القوس، برج الحوت، وبرج العذراء، وبرج السرطان. الطاقات موجودة كلها معنا، الطاقات كلها موجودة معنا. لنأخذ نصائح من الرومانس إنجل. تقول لك هذه البطاقة: عبر عن حبك. وهذه أيضا تقول لك: حرر نفسك من العلاقات السابقة. ربما أنت كنت في علاقة سابقة وأنت ما زلت مرتبط نفسيا بهذا الشخص، ربما قطعت معه العلاقة لكن عقلك وقلبك ما زال معه، وتقول لك هذه البطاقة الأخرى: عبر عن حبك، عبر عن نفسك وعن حبك. هذه البطاقة تقول لك: أنت على حق، وهذه تقول لك: كل شيء في بدايته صعب، فمرارة الأشياء في بدايتها تشعرنا مؤخرا بحلاوتها. إذا كنت متعرض قد تعرضت في هذه الفترة إلى شيء
ووجدته صعب بالنسبة لك أن تقوم به، فتقول لك هذه البطاقة مهما كان هذا الأمر صعب في البداية، ربما تراه هذا الأمر صعب، لكنه عندما تجد فيه النجاح في النهاية فإنك ستشعر بحلاوة هذا الشيء. طاقتك لهذه القراءة، لنضع أولا الطاقة العامة هنا. طاقتك لهذه القراءة، أنت ربما في هذه الفترة مسافر خارج البلد، أو ربما تعمل في الإنترنت أعمال كثيرة، أو ربما قد قررت قطع هذه العلاقة، وكما ظهرت لنا في الطاقة العامة أنت قد قررت أن تقطع، وبالمناسبة هذا برجك، قد قررت أن تقطع هذه العلاقة وتعيش لوحدك وتبدأ بداية جديدة ربما مع شخص آخر. وهذه أيضا تقول لك، هذه البطاقة تؤكد هذا الكلام، بأن هذه تقول لك اقطع العلاقات، حان الآن الوقت لقطع جميع العلاقات السابقة والبدايات الجديدة. طاقة الحبيب، أنت ترى بأنه ربما يكون في عمل ما، في شراكة عمل، منهمك بأعماله ومشاريعه، وهو إنسان ناجح في حياته، وهذه الفترة هو إنسان عملي بحت ولا تهمه أبدا العواطف، أو ربما يكون في علاقة ثلاثية مع شخص آخر. مشاعرك باتجاه هذا الحبيب، أنت ربما ترى بأن هذا الحبيب أمامه فرص وخيارات كثيرة، ربما كان أيضا فنان ومشهور ومعروف وعنده أعمال كثيرة، أو ربما ترى مشاعرك باتجاهه بأنك محتار، عندك حيرة بهذا الشخص، أتبقى مع هذا الشخص أو تختار خيارات أخرى، فأنت ما زلت متعلق، ما زلت حتى الآن متعلق بالماضي، وأنت تفكر وعندك قلق وتوتر وتفكير عالي وحيرة كبيرة في هذه الفترة. أنت ربما ترى أحلام مزعجة أيضا وكوابيس بسبب هذا الأمر. هذا الأمر يؤرق مضجعك. مشاعر الحبيب باتجاهك، هو يراك جدا جميل في غاية الجمال والجاذبية، ويراك أنت ملفت للنظر وملفت للنظر الجنس الآخر، وأنت يراك أيضا صاحب قرارات وناجح في حياتك ومهتم بجمالك ونفسك كثيرا، هو جدا معجب بك هذا الشخص، ويراك أنت قلق جدا وتفكر كثيرا وتعطي الأمور أكثر من مما تستاهل، فأنت إنسان بطبعك قليل النوم، قلق، حساس، لا تستطيع أن تنام، أقل كلمة تزعجك ولا تقدر أن تنام بسببها، وتفكر جدا في الماضي، وهو يراك هكذا، هو يعرف بأنك ما زلت تفكر بالماضي. نوايا هذا الشخص هو الخروج من هذه العلاقة، هو ينوي أن يخرج من هذه العلاقة، ولكنه يريد أن أو أنت ما زلت متمسك بهذا الشخص، هو نواياه أن يخرج من هذا العلاقة، ولكنك أنت ما زلت متمسك بهذا الشخص، ربما تنظر إليه عن طريق السوشيال ميديا وتتبع أخباره، وتشعر بأنك حزين على فراقه وبعده، أو العكس،
هو من يشعر بأنه حزين لفراقك وبعدك، وبأنه بغيرك إنسان ضائع لا أمل عنده. وهو أيضا ربما هو الذي متمسك بك. عكس الطاقة أصدقائي، إذا كانت القراءة لا تنطبق هكذا فتكون القراءة الطاقة تؤثر على الشخص الآخر، على الحبيب. بما أن هذه نوايا، فهو يشعر، نقول بأنه يشعر بقلق وبحزن كبير على فراقك، ويريد، ربما يريد أن يأتي إليك، لأنك أنت من ظهر لنا في الطاقة العامة بأنك أنت من قرر الابتعاد، أخذ قراره وقرر بداية جديدة، وهو يريد أن يلحق بك خوفا من أن تتركه وتذهب إلى علاقة سابقة. يريد نواياه بأنه يريد أن يلحقك لكي لا يخسرك، يريد أن يظل متمسك بك، فهو ما زال عنده أمل كبير في العلاقة بينكما. هذا الشخص يحبك أيضا جدا، وأنت أيضا تحبه، أنت تراقبه جدا، وهو معجب بك كثيرا. هذا الشخص هو صحيح بأنه ممكن أن يكون في علاقة ثلاثية مع شخص آخر، ولكنه ما زال متمسك بك هذا الشخص. أو ربما هذه العلاقة الثلاثية ليست علاقة بشكل عام، ربما كان مهتم بعمله واختلفتما بسبب هذا الأمر، بأنه ابتعد عنك، أو ربما كان في علاقة ثلاثية. أيضا يظهر لي هنا القلب المكسور، هنا ربما كان في علاقة ثلاثية وأنت ابتعدت عنه بسبب هذا الأمر، ولكنك ما زلت تفكر به وتنظر إليه. أنت قررت أن تتخلى عن هذه العلاقة وتبدأ بداية جديدة، ولكنك ما زلت متمسك به وتفكر به وتراقبه، وهو يراك، ما يراك أيضا بأنك تفكر به، ويعلم جيدا بأنك تحبه. الخطوة القادمة لديه هذا الشخص بأنه يحافظ على قوته وسيطرته على نفسه، وأن لا يظهر لك في هذه الفترة القادمة المشاعر الكبيرة. هو يريد أن يحافظ على قوته وسيطرته على الموضوع. إذا كان في علاقة ثلاثية يريد أن يسيطر على هذا الأمر، ويقول لك، يعترف لك بأنه بأن هذا هو الواقع عنده، ولا يستطيع أن يفعل شيء آخر، ويريد أن يكون هو المسيطر على هذه العلاقة بينكما. مصير هذه العلاقة ستعود إليها الرومانسية والحب من جديد. هو سيعيد شعلة العلاقة بينكما، ويعيد الرومانسية التي كانت بينكما منذ فترة طويلة من الأساس. وهذه تقول لك، هذه عبر عن حبك، عبر أيضا عن حبك. إذا كنت تريد أن تعود لهذا الشخص وتكون معه في علاقة رومانسية، لا ضرر من ذلك، ولكن هذا الشخص لا يريد بصراحة أن يكون معك في زواج، هو يريد فقط علاقة رومانسية. ربما كما قلت هو مع طرف آخر، هو في زواج أو ربما في مع طرف آخر، ويريد أن يبقي العلاقة كما هي. هو يريدك ويريد أن يظل معك، ولكنه بشكل رومانسي وحب فقط. فإذا كنت تريد أن تظل معه بهذه الطريقة، هذه هي نتيجة القراءة. هو سيعيد الحب بينكما ويعبر لك عن حبه. وإذا لا تريد أن تكون هذه العلاقة هكذا فقط بدون زواج، فتقول لك هذه البطاقة بأنك حان الآن بأن تترك جميع العلاقات السابقة، تحرر نفسك من هذا الشيء، فأنت ستكون على حق
وهذه تقول لك أيضا فكل شيء في بلاده صعب. إذا كنت تحب هذا الشخص ولا تستطيع أن تتخلى عنه، وهذا الشخص لا يقدم لك أي عرض لكي تتقدم هذه العلاقة، فليس بالضرورة أن تستمر في هذه العلاقة ولو كنت تحبه. كل شيء في البداية صعب، ولكن مع الوقت ستكون أنت على حق، وستجد نفسك بأنك على حق، وستبدأ بداية جديدة. ابدأ بداية جديدة إذا كان هذا الشخص لا يريد منك الزواج. هذه هي نصيحة القراءة. نصيحة القراءة بأن تنهي الخلاف بينكما. إذا كنت تصارع من أجل هذا الشخص، وتحاول أن تقاتل الآخرين، ويسبب لك مشاكل هذا الشخص، وبسببه يكون مشاكل أو مع الأهل أو مع الأصدقاء أو بوجوده بحياتك، يسبب لك احتمال التوتر النفسي، المشاكل النفسية، أنت غير مستقر نفسيا، احتمال بأنك تكون مع هذا الشخص غير مستقر نفسيا، فأنت متعب. تقول لك هذه البطاقة: اخرج من هذا، حرر نفسك وأخرج من هذه الطاقة إذا كان لا يرضي طموحك هذا الشخص. إذا كنت تريد منه لفرض الزواج وهو لا يستطيع أن يكون معك في زواج، يريد أن يكون معك في علاقة رومانسية فقط، فأنت بإمكانك أن تنهي هذا الشيء وتبدأ بداية جديدة كما ظهر لنا في الطاقة العامة. فأنت قررت بالفعل أن تكون، هذه طاقتك، أنت قررت وقطعت مع هذا الشخص العلاقة، وقررت أن تبدأ بداية جديدة مع شخص آخر يرضي طموحك. فهذه ربما كان هو على هذا الشخص منافسين كثيرين، وأنت تعبت من هذا الشيء. فتظهر لنا هنا بأنه ممكن أن يكون متعدد العلاقات، أكثر من ورقة ظهرت بأنه ممكن أن يكون هذا الشخص متعدد العلاقات، وأنت قد تعبت من هذا الشيء وقررت أن تقطع مع هذا الشخص العلاقة. هذه هي النصيحة، وهذه هي الكروت، أرجو أن تكون أمامكم واضحة. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.